السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل اسمه makereels.ai. كل عليك ان انت هتكتب التكست اللي انت عايزه وتقول له generate AI reel free، وبتختار من هنا بقى اللغة اللي انت عايزها، بتختار من هنا عايزها حقائق علمية او عايزها حاجة تعليمية او عايزها اسئلة زي ما انت عايز، ويبدأ ان هو يعمل لك الريلز. طيب هو بيقول لي ان ده البرومت اللي موجود اللي هيتكتب، تمام. ده الكونتنت، ده الكلام اللي هيتقال كل كام ثانية يبدأ يظهر الكلام دوت على الفيديو اللي موجود دلوقتي. فلو انت عايز تغير غير، عايز تكتب بالعربي اكتب، يعني اي حاجة انت تكتبها هتبدأ تظهر لما يجي وقتها زي ما انت شايف ايه FGD ظهرت موجودة، تمام. تقدر تلغي، تقدر تحط فيديو تاني زي ما انت عايز، تقدر تزود. طيب انا عندي مثلا الكلمة دي انا عايز اغيرها، تمام، كانت خاصة بفيديو تاني، فهروح هنا عند لوجو اند ستايل واقول له ده اللوجو تكست، اروح حاطط اللوجو اللي انا عايزه بالشكل دوت. ابديت، عايز تحط صوره حط صوره واقول له ايه يوز لوجو وحط اللوجو اللي انت عايزه، تمام. ممكن انا بقى اشيل ايه حاجه كده واقول له ابديت. طيب هنا بقى الصوت، لو انت عايز تختار صوت معين، هو اختار صوت جوي دوت، انت ممكن تغيره الى صوت انت عايزه، تمام. اي اي ستايل، تقول له انا عايز استيكر مثلا معين، يبدا يدور في الجي اي اف على الاستيكر اللي انت عايزه. ممكن تعمل كلون للصوت بحيث ان هو يحسنه. اللوجو، التمبليت اللي موجود، تقدر التكست عايز اي شكل موجود زي ما انت عايز. الحركات الانتقاليه، لو انت عايز تغير من رايت تو ليفت او عندك فيد زي ما انت عايز. طيب هتيجي هنا وتقول له انا عايز تعمل داونلود او تعمل بابلش على التيك توك او اي حاجه من الادوات ديت، انستجرام، الحاجات دي كلها تقدر تعمل بابلش عليها. خلينا ندوس تحت كده بحيث ان احنا هنعمل جنريت للفيديو ونحمله، وبعد كده نرفعه احنا على القنوات بتاعتنا. عايز تحطه بقى على الفيسبوك، على تويتر، على اي حاجه تقدر انت تسيفها، تمام. هو بيقول استنى لحد ما يعمل. لو انت عايز تسمع الصوت تقدر تسمع الصوت من هنا، تمام. هنا ده تكست تو ريل، ممكن تقول له نيوز تو ريل وتدي له مثلا موقع، او بلوك تو ريل تدي له هو الموقع وهو يبدا يعمل لك فيديو يخدم الموقع دوت. هو كده بيسيفها لي ك ام بي 4، بيقول لي ما تقفلش حاجه خالص لحد ما احنا نخلص، بحيث ان انت تحمله عندك على الجهاز وبعد كده ارفعه براحتك على المكان اللي انت عايزه. فظهر لي اهوت بيقول لي سيف الفيديو بالاسم اللي انت عايزه، تمام. غير الاسم، غير المكان اللي انت عايز سيف فيه، هو بيسيف ام بي 4 ده بالنسبه لي افضل حاجه، فهقول له سيف. خلاص بقى معايا الملف اهوت على الكمبيوتر بتاعي، اقدر ان انا اعمل له ببلش على اي حاجه انا عايزها.